ولكن لدينا ولله الحمد يعني درجات ومستويات عديدة كما ذكرنا يعني للتحقق من ذلك. وهؤلاء الذين أعطوا الأحداثيات لمناطق مدنية، مناطق مدنية، مناطق اقتصادية، مناطق تمس مصلحة المجتمع واقتصادي وحياتي، هؤلاء لا يمكن التسامح معهم، وإلا أرسلنا رسالة خاطئة إلى غيرهم. يجب أن يعلم كل من يرتكب هذه الجريمة بأنه سيعدم، وأن لا تسامح في هذا الأمر إطلاقا.